مشاهدينا أهلا بكم. ما هي حكاية ميدان التحرير؟ قوات الأمن تفتح الميدان بالقوة أمام حركة المرور، على الجانب الآخر معتصمو الميدان يتمكنون من السيطرة عليه وغلقه مجددا. كر وفر واشتباكات بين المعتصمين وأصحاب المحال التجارية القريبة من الميدان أو المطلة عليه. هذا ما تبقى من أخبار عن الميدان الأشهر الذي ولدت من رحمه ثورة 25 من يناير. فهل اختزل الميدان في ذلك معتصمين وباعة جائلين، أصحاب محال تجارية يتضررون من غلقه أمام حركة المرور؟ من هي الأطراف الموجودة في الميدان الآن؟ وما هي أهدافهم من السيطرة عليه؟ وهل لا يزال يمثل الثورة أم أنه يعني أبعد ما يكون عن ذلك؟ فقط أنوه مشاهدينا أن حركة المرور في الميدان الآن مفتوحة، لكن الحقيقة بالطبع ليس هذا مضمون. كل التجارب السابقة كان يفتح الميدان لوقت قليل أمام حركة المرور ثم ما يلبث أن يغلق مرة أخرى. حول الميدان والصراع حوله ووضع ميدان التحرير الآن تدور هذه الفقرة. معنا في استوديو الجزيرة مباشر مصر هشام المصري، منسق حركة عيون مصر الثورية وأحد المعتصمين في الميدان. أهلا بك معنا هشام. وكذلك معنا أيمن شعبان وهو بائع شاي متجول في ميدان التحرير. أهلا بك أيمن. وأخيرا معنا الحاج ممدوح أمين صاحب بازار مطلة على ميدان التحرير. ازيك يا حاج ممدوح؟ اهلا بك معانا. انا عايز ابدا معاك يا حاج ممدوح، وانت قلت لي قبل ما نبدا قبل ما نطلع على الهواء ان انت بقالك 40 سنه موجود في ميدان التحرير. مظبوط. الميدان دلوقتي شكله ايه؟ ووضعه دلوقتي ايه؟ ومين اللي بيسيطر عليه؟ الميدان دلوقتي مفتوح. وحاليا ما فيش اي مشكله النهارده. انا ما طبعا ما اقصدش اللحظه دي تحديدا، لكن اقصد كمان الكام يوم اللي فاتوا وكام شهر اللي هو بيغلق في مغلق فيها الميدان. عايزك تحكي لي القصه، قصه الميدان وانت قاعد شايفه قدامك ليل ونهار. الميدان لما بيكون مقفول بالنسبه لنا احنا كاصحاب امكنه بنبقى متضررين طبعا. بس طبعا اللي في عناصر بتدخل احنا ما نعلمش عنها شيء. انما انا يعني بالنسبه للناس اللي قدامنا اللي هم معتصمين بيعملوا يعني اللي انا بشوفه ناس التعامل كويس وما فيش اي مشاكل بيننا وبين المعتصمين فعلا، غير الناس لما بيكون في مليونيه بتدخل ناس احنا ما نعلمش عنها. الميدان بيبقى زحمه فبتدخل ناس بتعمل مشاكل وكده، وبعد ما بتستفد المليونية أنا بشوفت بين الأخوة المعتصمين إذا كان أنسات أو شباب مقاشات وبيكنسوا بينظفوا حاجات زي كده. ده بالنسبة للناس المعتصمة أو الثورة. إنما الناس اللي بتدخل غريبة ديت إحنا لا نعلم عنها. في ناس تقول لك إن يعني الناس اللي يعني مش هنقول المعتصمين أو جزء منهم، دول مجموعة، أنا آسف في اللفظ، يعني تقول لك دول مجموعة من البلطجية هم اللي مسيطرين على الميدان، مش مستفيدين من الوضع ده، ده لا كمان في مخدرات بتتباع و و و إلى آخره. أنت شايف ده بيحصل فعلا؟ اللي بيبيع المخدرات عمره ما كان في راجل بينادي أو بيطالب بشيء معين لإصلاح البلد. ده راجل اسمه بيقول أنا عامل ثورة، هل هيروح يبيع مخدرات؟ لا طبعا احنا ما نقصدش الثوار، يعني في ناس بتدخل محدش يعلم عنها شيء. لما بيكون الميدان زحمة في ناس بالفعل بتدخل الميدان اذا كان في الله يعني جايز. انما اي ثوراجي او اي شاب معتصم او ده انا ما اعتقدش، لان احنا لما بيكون ما فيش مليونية بيبقى الميدان رايق، جايز مقفول وكله، بيبقى في في تعامل. قفل الميدان مأثر على شغلك يا حاج؟ اكيد اكيد طبعا، دي حاجه. انت صاحب بازار، اكيد اللي بيجي يشتري منك السياح. اولا هو مش بمعنى كلمه بازار، هي باترينا فيها تحف فرعونيه، والباترينا بتاعت زنج وغراف اختام ويافط ومطبعات. مفيش رجل غريبه بتدخل الميدان لما بيكون فعلا مقفول الا اللي نازل المترو. اللي انما كسبون بيجي
عابر سبيل زي الاول لما بيكون الميدان ديت بتبقى الرجل خفيفه. اتاثرت كتير يا حاج في تجارتك بعد الثوره؟ يعني اكيد كنت قبل الثوره يمكن الحركه كانت طبيعيه، كانت شغلك الحركه أفضل. طبيعيه وكان في شغل. صدقني انا الدين تيجي ب 20,000 جنيه من اول الثوره لغايه الساعه اللي انا فيها دي، دين علي بسبب ان الميدان دايما مقفول وكده. اكيد، لان اصل ما فيش رجل غريبه بتدخل الميدان. اللي بيدخل الميدان يا اما جاي بيزود ويتفرج على بيشوف ايه اللي بيجرى في الميدان، يا اما يعني الناس الموجوده في الميدان. هل واحد جاي معتصم هيجي يشتري تحفه فرعونيه؟ هل واحد معتصم هيجي يعمل؟ هرجع لك تاني حاجه ممدوح، لكن خلينا نروح لايمن. ايمن انت بتبيع شاي دلوقتي، عامل نصب شاي يعني في الميدان، بقالك قد ايه تحديدا؟ شهرين. بقالك شهرين. ليه اخترت ميدان التحرير بالذات يعني تقف فيه وتبيع شاي؟ والله هو ان في الاول كنت قاعد مع نفسي كنت بفكر، بس فعلا لما كنت شغال الاول في تارجت ايجيبت للامن والحراسه وحصل مشاكل ومشيت، وبعد كده لما اتعلمت شغلانه ثانيه واستقريت فيها الخيمه نفسها غليت، فأكترية المصانع قفلت، فانا ما لقيتش، رحت كتير كله بيقول لي في ظل الظروف اللي فيها البلد حاليا ما ينفع، ما فيش عمل ولا في بيع ولا في شراء. انت معاك مؤهل لعينك؟ معايا دبلوم. معاك دبلوم ايه؟ تجاره. معاك دبلوم تجاره. الدنيا ما مشيتش معاك في شغلك اللي قبل كده، سواء في شركه الامن، وبعد كده قلت لي انت اشتغلت في مصنع ادوات منزليه خراطه الاطباق الاستلس. انت صنايع يعني؟ لكن برضك الدنيا ما مشيتش. ما مشيتش. فرحت فكرت قلت تفتح تعمل شاي في نفس الوقت برضه. اقول لنفسي كلمه يعني اقول لا للظلم. يعني في نفس الوقت برضه اقول لا للظلم. انا واحد دلوقتي عندي 25 سنه عايز استقر، عايز يبقى ليا اسره، عايز يبقى ليا، اكيد كل واحد بيتمنى، كل شاب في سني بيتمنى ان يبقى ليه اسره، بيتمنى ان يبقى ليه اولاد. ففي ظل البلد دلوقتي، هل السؤال اللي انا مثلا بساله احنا البلد دلوقتي هتروح بينا على فين؟ طيب يمكن احنا هنيجي طبعا السؤال ده، كل الناس بقت بتسال يا ايمن السؤال الصعب اللي انت بتساله دلوقتي، لكن الحقيقه ليه اخترت المكان ده تبيع فيه شاي؟ وليه تحديدا يعني انت معاك مؤهل دبلوم تجاره وكمان معاك صنعه وبتقول لي انا خراط في مصنع ادوات منزليه، ليه رحت الميدان التحرير تبيع شاي؟ والله عشان لقيته هو المكان الوحيد اللي بيبقى فيه متواجد فيه ناس دايما. بصراحه يعني بتكسب يا ايمن من الصنعه دي، من الشغلانه دي؟ والله مش حكايه مكسب. انا حكايه ان في ناس معتصمه. يعني بعرف عنها ان هي ما دخلوا في المية وكم يوم. فاكيد خلاص يعني اكيد فلوسهم خلصت، اكيد مش عارف ايه. ممكن حد يجي لي ممكن ما يبقاش معاه فلوس، ايه المانع اللي انا مثلا اديله مثلا من غير ما اخد منه مقابل؟ بتبيع بقد ايه في اليوم؟ ممكن بجنيه وبجنيه ونص. لا 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 اجمالي التوتال يعني. كله ممكن مثلا اوصل ل 20-25 جنيه. 20-25 جنيه في اليوم. ده غير المليونيات طبعا اكيد، اول لما يكون في تظاهره كبيره بيبقى الموضوع. والله يعني بالعكس، لان ما بقاش انا لوحدي اللي فارش او كده، ومع ظل كمان ان في بياعين بعد ساعات بتيجي تعمل لنا مشاكل. يعني في بياعين ممكن مثلا تيجي تشوفها مثلا لمجرد في يوم، يعني هو يوم يجي يوم بس لما يكون في مظاهره كبيره ممكن يعمل مشكله كمان بالليل. مفيش حد بيفرض عليك اتاوه وانت واقف في ميدان التحرير؟ لا 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 خالص. يعني انت ما بتدفعش بيقولوا عليها ايه ارضيه مثلا لحد؟ لا لا خالص خالص ما بيحصلش. لا. لا انت قاعد في ميدان التحرير ومكمل ان شاء الله. طب هرجع لك تاني، لكن خلينا بقى نروح للمعتصمين. هشام انت معتصم في ميدان التحرير، وقلت لي يمكن قبل ما نبدا هو انت بقالك 4 شهور معتصم في ميدان التحرير. خليني اسالك يعني بشكل مباشر، انتوا ليه قافلين الميدان؟ يعني عددكم كام دلوقتي في الميدان؟ يعني قبل ما نبدا في موضوع العدد عايزين نتكلم احنا ليه اصلا موجودين؟ كويس. يعني لما يكون في اهداف انت نزلت عشان الشارع، في دماء كتير سالت عشان خاطر هدف، هدف سامي. انت نزلت وقلت عيش حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. في شهداء قدموا روحهم عشان خاطر الهدف ده. يعني الهدف ما اتحققش. رئيس الجمهوريه قبل الثوره، قبل ما يبقى منصب بالمنصب، قال وعود كتير قوي. قال انا مع بعض في دستور واحد. قال الشعب كله هيبقى ايد واحده في بناء الوطن.
قال ان مفيش اخوانه لجميع مؤسسات الدوله وده عكس اللي بيتعمل. فانت شايف ده ما اتحققش فانت نزلت واعتصمت في ميدان التحرير. بالظبط. كم واحد انتوا دلوقتي معتصمين؟ يعني احنا دلوقتي حوالي 50. 50 واحد معتصمين في الميدان. طيب بصراحه هو 50 واحد ينفع يقفلوا ميدان اكبر ميادين مصر؟ وهو تخيل انت عارف انت طبعا اكيد عارف ان ميدان التحرير لما يتقفل هيعمل ايه في القاهره كلها. ده يمكن مش بس في وسط القاهره. هل البعض شايف ان ده يعني لا ده كلام مبالغ فيه قوي ان انتوا 50 واحد تروحوا جايين قافلين ميدان التحرير؟ انت ايه رايك في الكلام ده؟ هقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا مش القصه ان احنا نقفل ميدان. القصه ان احنا ما حدش بيبص لنا. انت ليه اصلا توصلنا للمرحله دي؟ يعني انت كجهه سياديه في الدوله انت ليه توصلنا لده؟ طب وهو ايه يعني الحل يبقى قفل الميدان؟ طب ما انتوا قافلين بقى لكم اربع شهور الميدان. الحل مش قفل الميدان. طيب بس اديني حضرتك حلول اخرى. اديني حضرتك حلول اخرى ان انا صوتي يوصل او حد يحس بينا ان احنا متواجدين ولينا فعلا اهداف احنا قاعدين عشانها. طيب انت مثلا سامع الحاج ممدوح وهو بيقول لك انا بقيت بخسر دلوقتي وعليا 20,000 جنيه ديون من بعد الثوره خصوصا في الاوقات اللي بيبقى الميدان مقفول فيها، انت مش واخد بالك ان انت بتضر ناس ثانيه بسيطه زيك عايزه تاكل وتشرب وتعيش وتعيش اولادها؟ حضرتك دلوقتي انت حركه البيع والشراء انا عارف ان في تضرر منها كتير في الميدان وفي المناطق المحيطه بالميدان، بس صدقني احنا يعني في عمليه اجبار. الراي العام حاليا بيقول ان اغلب الموجودين في الميدان بلطجيه، مش ده اللي بيتقال؟ لما تيجي انا اقول له طب انا قاعد ليا طلبات ليا مطالب قاعد ليا اهداف قاعد عشان بقايا حلم نزلنا كلنا عليه ونزلنا كلنا عشانه ما تحققش. بس يا هشام ما هو لو في اتفاق يعني مثلا لو اللي في الميدان دول 20,000 واحد ولا 10,000 واحد هيبقى في منطق كنا عدد مثلا يعني كنا لكن عدد النهارده 50 واحد انت شايف ان ده منطق ان انا اروح جاي اقفل الميدان حتى لو كانت كل الاهداف اللي انت بتتكلم عليها دي منطقيه وهي موجوده عند معظم القوى السياسيه للحقيقه بس خلاص شايفين ان قفل الميدان دلوقتي مش حل. حضرتك دلوقتي احنا كان في عدد كبير جدا في الميدان في اول اعتصام. سياسة التخويف ودخول الجهات الأمنية الجهة الأمنية الداخلية وزارة الداخلية يعني في أسبوع واحد دخلت ثلاث مرات قبضت في الأسبوع ده على أكتر من 250 فرد. ده الأمن. الأمن بيدخل عليكم إزاي؟ بيدخل الميدان بيقبض على الناس الموجودة اللي هم بيقولوا إن هم بيواجهوهم. يعني إقناني أنت داخل دلوقتي انت لو اعلنت ان انت داخل تقبض على بلطجيه والبياعين اللي بيبيعوا مخدرات صدقني ما حدش هيقف قدامك، بالعكس ده انا هساعدك انا همسك فيهم وهطلعهم. بس بصراحه هو ما فيش حد بيبيع مخدرات في الميدان دلوقتي وترامادول والحاجات دي؟ لا حاليا لانك انت قاعد هنا بقالك اربع شهور. حاليا دلوقتي ما فيش. حاليا دلوقتي لكن قبل كده بص الميدان ما كان مفتوح. الميدان ما كان مفتوح والاعتصام ملهوش قائد. ان انا اقدر احكم ان ده يكون موجود او مش موجود. ده فرد متضرر من الوضع الحالي اللي في البلد سواء ليه اهداف اي نعم هي مش ثوريه بس برضه ليه حق في عيشه كريمه، ليه حق في ان هو يتوفر له مسكن، ليه حق ان هو يتوفر له ان هو يبقى عنده بيت وعيشه وشغل ثابت، ليه اجر، ليه حياه، ليه مستقبل، ليه حلم في البلد دي. رايك احنا نزلنا بكاميرا الجزيره مباشر مصر للميدان وحوالين الميدان نسال الناس ايه رايكم في موضوع قفل الميدان اللي حصل بقاله شهور طويلة وقالوا لنا رأيهم نسمعه مع بعض ونرجع نكمل الحديث ده. مشاهدينا نستمع إلى آراء بعض المواطنين عينة عشوائية في الشارع المصري في محيط الميدان وبالقرب منه على مسألة غلق الميدان، نستمع لآرائهم وبعد ذلك نواصل هذا الحديث. لما كان الشارع ماشي وكانت الدنيا ماشيه ما كانش بالنسبه لنا في مشكله، انما لما بيقفل الميدان من كل الجوانب ومن كل المداخل والمخارج ما كانش في ناس رايحه ولا ناس جايه، يبقى لازم هيأثر عليا وعلى كل الناس مش عليا انا بس، على كل الميدان كله، انما لو الميدان شغال ومفتوح ما فيش مشكله بالنسبه لنا. بس يعني انتوا تأثرتوا بموضوع الاشتباكات اللي كانت دارت اول امبارح ما بين اصحاب محلات وما بين المواطنين في التحرير؟ طبعا بنتضرب بنقفل مش بيحصل فيه ضرب وجري وفر وكر، فبنقفل بنقفل ونمشي. في محلات اتكسرت؟ اكيد في كتير جدا في عندك هنا في باب اللوق كتير محلات كتير. طب حضرتك شايف سبب الاشتباكات ايه؟ الله اعلم بيها دي ما اعرفهاش والله. شايف سبب الاعتصام اللي هنا بتسمع سبب الاعتصام من الناس الموجوده في التحرير ايه؟ هو بالنسبه للاسباب والحاجات ديت احنا اصلك مني في المحل فمش قاعدين في وسطيهم ما بنعرفش هم طلباتهم ايه حتى. اول امبارح مكسرين لنا المحل.
كان مسابق ولعوا الخيام هنا من قيمة 3 أيام، وبعدين جم ولعوا بقية الخيام من المغرب برضو أول امبارح، جم هاجوا علينا احنا كلنا هنا في الشارع بالليل، طفينا النور، راحوا مدغلقين لنا الإزاز بتاع البواجهة هنا، ودغلقوا لنا الإزاز بتاع باب المحل، بوظوا لي المحل في اليوم ده. أنت رأيك كيف اعتصام التحرير وإغلاق ميدان التحرير في كتير من الأوقات يعني؟ إغلاق ميدان التحرير؟ واعتصام التحرير برضك. يعني ما هو جاي علينا بالضرر. جاي علينا بالضرر. جاي على مش علينا احنا بس على فكرة. على جميع محيط ميدان التحرير. شارع طلعت حرب، شارع التحرير، شارع قصر النيل. الاعتصام ضرورة في أي مكان، يعني الاعتصام السلمي ضرورة في أي مكان، وضرورة وجدا لازم يكون في حاجة اسمها معارضة. ولازم يكون في رأي آخر، ولازم يكون في تنوع للآراء، ولازم يكون في تنوع سياسي في المجتمع. وتنوع في العقائد، وتنوع في الحرية. لو ما فيش الحتة دي مش هيبقى يعني. كنت عايز أسألك بشكل خاص عن إغلاق الاعتصام لميدان التحرير من فترة، يعني والآن الميدان مفتوح، بس كنت عايز أعرف رأي حضرتك في إغلاقه للميدان من فترة. الإغلاق الميدان مجموعة مش من الثوار، الإغلاق الميدان دول مجموعة من المنتفعين، الممكن نقول عليهم اللي بنسميهم يعني شيء من البلطجية، مع انها كلمة حرام نقولها، لان ايه، لان هم من الشعب برضو. المفروض يعني الناس اللي هي بتعتصم او قافلة ميدان التحرير، في ناس كتير قوي متعطل شغلها، في ناس كتير قوي وراها مصالح، فما ينفعش اللي عنده حاجة مثلا او معترض عن حاجة معينة، والله يا جماعة يعمل أجندة مثلا وكده، وشوف مثلا هم عايزين ايه. لكن موضوع ان انا ممكن بقى اغلق مجمع او في ميدان التحرير، فطبعا ده شيء مش كويس. ثاني دلوقتي اغلاق ميدان التحرير كان بيأثر على المواطنين أكيد. يعني انت دلوقتي احد اصحاب العربات اللي بتمر ميدان التحرير وهو مفتوح، شايف ان كان بيأثر عليك في 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 طريقك في يومك العادي؟ انا كنت بقف هنا حضرتك مثلا لا يقل عن ساعه او ساعه وربع كمان، علشان ممكن بس اعدي اليوتيرن الصغير ده بس. مشاهدين الحقيقة احنا كان وقت الآراء المواطنين فيما يخص ميدان التحرير، لكن كلها كانت آراء يعني غالبا متفقة ان غلق الميدان ده بيضرنا كأصحاب محلات، بيأثر علينا، بنتعرض في بعض الأحيان إلى تكسير لواجهات المحال برضك، اللي بيعدي بسيارته زي آخر مواطن كان بيتكلم بيقول ده بالنسبة لي بيمثل ضرر شديد جدا، والحقيقة بيمثل ضرر كما يعرف الكثيرون أو الكثيرين لمعظم المحاور المرورية في وسط القاهرة. حاج ممدوح، أنت سمعت الراجل صاحب المحل وهو بيتكلم على المحل ده فتطر التحرير ده فتطري؟ فتطر التحرير. أنت المكان شغلك هل اتعرض في مرة للإتلاف ولا حاجة، ولا حد كسرك الفاترينة؟ لا 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 ما حصلش ده. لا لا لا. طب أنتوا كأصحاب لأصحاب الفاترينات وأصحاب المحلات، هل ما عدتوش مع بعض مثلا واتفقتوا اللي أنتوا تروحوا تتكلموا مع المعتصمين، تشوفوهم يعني تقولوا لهم يا جماعة افتحوا الميدان، يعني تتحاوروا معاهم، ولا ده ما حصلش؟ لا، ما أنا هقول لحضرتك، أنت عشان تتعامل الناس دي ليها طلبات وليها حقوق، زي ما الأستاذ اتكلم أستاذ هشام، فال من الصعب ان انا اقدر اقول له افتح. هو ليه حقوق، طلباته ما وصلتلوش، فمفروض ان صوته يوصل للجهه الحاكمه ويشوفوا طلباتها. احنا كنا عايزين توافق بين السلطه الحاكمه وبين الثوار، يشوف ايه طلبات الشباب، يشوف ايه طلبات الناس، عشان نعرف. لان انا هو ليه حق، انا اروح اقول له سيب حقك وافتح لي بس يعني انت برضك انت شايف ان 50 واحد حتى اليوم حقوق، احنا مش مختلفين على ده، يعني مش دي القضية اللي بتناقش. خمسين هل ممكن يقفلوا ميدان التحرير وده شايفه شكل يعني شيء طبيعي؟ هقول لسيادتك 50 اللي موجودين انما بيجي مثلا ساعة اللي بيخلص مكان عمله او اللي بيجي بيتجمعوا تاني اخر النهار. مش لازم انه كل الناس هتسيب بيوتها وتيجي تنام في ميدان التحرير. مش ممكن.
فخمسين اللي عندهم قوة التحمل اللي هم موجودين فعلا موجودين. طيب احنا كنا سمعنا مش عارف حق ده صحيح ولا لا ان بعض اصحاب المحلات اتجمعوا وراحوا في مرة حرقوا الخيام بتاعة المعتصمين وطردوا البياعين اللي موجودين في الميدان، وده حصل كمان حتى من عمال كما يعني حتى قرينا على المواقع الإخبارية عمال مول البستان أعتقد أكتر من مرة. الناس اللي راحت حرقت الخيام ديت في ناس بتدخل وسطيهم هما مش أصحاب محلات، لأن عمر أنا راجل صاحب محل هروح أحرق خيمة دي من الصعب. في ناس بتدخل وسطيهم غير معروفة. بس ما يكون مأثر على لقمة عيشي أكيد أنا ممكن أعمل يعني أفكر أعمل كده يعني. إحنا ما مأثر على لقمة عيشنا، بس إحنا عايزين إن يكون في قبول للطلبات، نشوف الناس دي طلبات هي عشان نقدر لأن أنا برضو أنا عندي شباب زيهم وعندي أولاد وولادي برضو حالهم وفي بعض الأمكان، فإحنا نشوف طلبات الناس دي ده القوة اللي هي قوة الرئاسة المفروض توجه نظرها شوية للشباب وتشوف إيه الناس دي عايزة إيه ويبقى في مساومة في الكلام عشان نقدر نفتح الميدان. أيمن أنت قاعد في الميدان ليل ونهار أعتقد من خلال بيعك للشاي وكده، أحد المواطنين اللي كان بيتكلم لينا بيقول لا ده اللي يعني في عدد في الميدان دلوقتي دول بلطجية وبيبيعوا مخدرات وكده، أنت بتشوف الكلام ده فعلا؟ هقول لحضرتك على حاجة ومنتهى الصراحة، إحنا لما بنبقى موجودين أنا أو غيري من البائعين من اللي بيبيعوا وكده بتيجي علينا أيام والله وده بصدق شديد جدا، بتيجي علينا أيام ممكن نبقى واقفين ونلاقي مثلا كذا فرش جت فرش ويبقوا مع أول ما بيجوا بنبقى عارفين إن الداخلية جاية وراهم يعني بعدها بساعتين ثلاثة بنبقى عارفين إن الداخلية داخلة وراهم يعني بيجوا بالفرش. الفرش دول بيبيعوا إيه على فرشهم؟ لا ما هم ما بيجوا دول تبع الداخلية يعني الداخلية هي اللي بعتها بيدوا لهم تعليمات بيقول له الموقف الحالي دلوقتي في ميدان التحرير يعني العدد البلدي دول مرشدين بيجوا بس بيعملوا نفسهم بياعين يبصوا على الحاله ويروحوا يبلغوا الداخليه بالظبط. انت يعني ده اتاكدت منه ازاي ده يعني؟ هقول لحضرتك على حاجه، لما يجي يفرش مثلا من الساعه 9 بالليل ويجي يعني يوم واحد يجي مثلا الساعه 9 بالليل ويجي يلم الساعه 3 فجرا وبعديهم يعني ما فيش بنص ساعه نتفاجئ نلاقي الامن المركزي داخل وده احنا بنشوفهم كمان ان ممكن يبقى واقف مكانه هو بس يدي الفرش بتاعه بالرجل يكسره ويقف يدي للداخليه تعظيم سلام يعني يقف يدي له تعظيم والله. ولاحظناها كمان مع بتوع البلديه يعني اللي هم بيكنسوا وسائل الميدان لقيناهم في مره بيقلعوا الجواكت بتاعه البلديه وواقفين مع اللواء جمال الدين بيدوا له تعظيم سلام، لقينا واحده عامله نفسها عاجزه وانا واحد من الناس بصراحه وبصدق شديد انا ضربتها من يومين ضربت الست دي اللي هي مرشده اللي هي يعني. عامله نفسها اللي هي عاجزه ضربتها ليه؟ ما ضربتهاش كفتره لا ولا اللي انا جيت على غلبين لا انا ضربتها لان هي ادت اسامي ناس بتدور على حقها بتدور انا بتدور على ابسط الحقوق ليها هي. طيب انت ما رديتش على سؤالي، هل في مخدرات بتتباع؟ والله احنا هقول لحضرتك على حاجه، انا باجي بعد ساعات بسمع ده باجي بسمع مثلا الاقي مثلا حد جاي يقول لي في الحته الفلانيه في واحد بيبيع باجي بقول له طب انت شفته بعينك؟ يقول لي اقول له طب تعالى وريه لي. انا بقول له والله 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 كام مره بقول له تعالى وريه لي، انت لو وريته لي انا همسكه قدامك وشوف انا هعمل لك يعني شوف ايه اللي هيحصل معايا، مش هنضربه ولا هنيجي جنبه بس اقرب حاجه خلاص احنا حفظنا شكله هنخرجه بره الميدان. يجي يقول لي لا بس هو هيضربني، اقول له طب بعد اذن حضرتك ده ما انت خايف اللي انت تقول كده يبقى ما تقولش من الاول ما تعملش رعب ما تعملش. بس انت ايه رايك يا ايمن؟ انت يعني مساله ان احنا نقفل الميدان دي حتى لو لينا طلبات ايا كانت يعني الطلبات دي صح ولا غلط، فكره ان احنا نقفل الميدان انت شايفها صح؟ يعني فكره ان ممكن قفل الميدان ده ياثر على واحد واثنين وثلاثه واربعه والحاج ممدوح بيقول لك انا النهارده ده ماثر على بيتي وعلى شغلي وبتاع، شايفها فكره صح ولا انت عشان مستفيد وبتبيع شاي؟ لا 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 مش فارقه معاك يعني. هرد على حضرتك بمصداقيه كامله جدا مش شرط، لا انا واحد من الناس قبل ما الداخليه تخش بيومين او بثلاثه قلنا قلت يا جماعه
احنا نفتح الميدان. انا قلت لاصحابك يعني البياعين ما بيننا وما بين بعض قلنا لا مش بياعين بس انا من صحابي بياعين المعتصمين كده. لا معلش انا ممكن ابقى مصاحب مع التصميم فبنعرض الفكره. قال لي احنا ممكن نعرض نفسينا للخطر. ليه؟ من عشان افتح الميدان هلاقي عربيه بوكس راحت جايه راحت ضربه واحد اثنين ثلاثه وبالفعل ده اللي حصل. بس اصل انت لو فتحت الميدان عربيه البوكس مش هتدخل تاخد حد. خلاص الميدان اتفتح ومفيش مشكله يعني. بص يا استاذ احمد هي القصه مش كده القصه ان انا جربتها قبل كده. قالوا لي هنثبت هنثبتها. قالوا لي عايزين نثبتها. انا في مثلا كام شاب بيبقوا واقفين على البوابه. ليه يتاخدوا وهم واقفين على البوابه وخلاص يعني يجوا يتاخدوا يعني يتاخدوا وما فيش حد يشوفهم وما راحوا فين بعد كده؟ ايمن ما هو في اي بلد في العالم يعني فيها قانون اما يجي واحد يقفل شارع ده ضد القانون فمنطقي ان الشرطه تروح تاخده يعني. يعني ده مش حاجه يعني مش حاجه فيها مشكله ولا في ولا حاجه حتى ضد القانون. بالعكس ده القانون. واحد قافل شارع فراحت الشرطه خدته ماشي. ما هو اللي قافل ده ذنبه ايه؟ ده ذنبه اللي هو نزل يقول فين حقي او نزل يقول لا للظلم. ده ذنبه ان نزل قال لا انا الظلم انا مش هسكت عن الظلم فعشان كده راح متاخد. ما احنا هنا اعدادكم الصغير اللي انتوا بتقولي بنوصل ل 50 في بعض الاحيان بس اللي موجودين ده ما بيقولكش ببساطه شديده لا ان احنا كده غلط يا جماعه وان احنا ممكن يبقى في طرق ثانيه نعبر بيها عن وجهه نظرنا زي ما رحنا مثلا ما احنا شفنا مثلا 6 ابريل راحت عند النائب العام او مكتبه وراحت عند بيت الرئيس وراحت عند بيت وزير الداخليه بيعملوا الفعاليه بتاعتهم مثلا ويمشوا. ليه ما جربتش ده مثلا؟ هرد على سؤال حضرتك بس الاول الحاج ممدوح النقطه مهمه جدا ان هو بقى مصلحه البلد ومصلحه الشباب اللي موجود على مصلحته الشخصيه. لما حضرتك بتقول له ده ما بيأثرش عليك قال لك في ناس ليها حقوق. فيعني ده طيب بس خلي بالك احنا مثلا عرضنا ناس اصحاب محلات كانوا متضايقين جدا. ممكن الحاج ممدوح يعني واضح ان هو ايه بيحبك بقى زي ابنه فمش عايز لا لا لا, لا 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 لكن لا لا. في اصحاب محلات تانية زي ما انت سمعت معانا قالوا لا طبعا اللي بيحصل ده غلط ما ينفعش الناس دي بتأثر على اكل عيش. اولا احنا ضد العنف بكل انواعه وبكل اشكاله. ده واحد. ما هو مش ضد الشارع والميدان ده قفل الميدان قفل الميدان احنا كثوار فعلا احنا ضده. بس انا اولا الصبح ببقى في شغلي اوكي بخلص شغلي بروح على الميدان وبالليل ما ببقاش برضه في الميدان ببقى بايت في بيتي. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه لما يكون واقف حد زي مهند واقف تدخل عربية مهند سمير اللي هو قتل اتضرب بالنار لا هو ما قتلش الحمد لله موجود اصاب اتضرب بالنار في قلب ميدان التحرير لمجرد ان البوابات مفتوح دخلت عربية ضربته بالنار وجريت. دخلت عربية خبطت واحد ورا جنب قبل المتحف المصري بشوية في اتجاه الميدان وجريت. دخلت عربية خطفت واحد ومشيت. مين دول يا شيخ؟ ما هو ما تعرفش انت لا لا كجهة ما نعرفش. فده مثل لنا خطر للناس اللي موجوده الناس اللي بتبات ده بيمثلهم خطر. الحقيقه دلوقتي بنعرض على مشاهدين على النافذه الاخرى من شاشه الجزيره مباشر مصر صور لاقتحام حدثت اقتحام للميدان من قبل الشرطه اكثر من مره الحقيقه ودي كانت بعض الادوات اللي هم مسكوها في الميدان اسلحه بيضاء وغيرها. هو يمكن الصور دي بتقول لك ان احنا الشرطه بتقول لك احنا دخلنا الميدان ولقينا اسلحه بيضاء ولقينا 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 ومخدرات واسلحه وما الى ذلك. اذا لا ده في بقى اسلحه في الميدان. الشرطه لما تنزل تاخد بلطجي او حد بيمثل نفسه وبيمثل صوته بالسلاح انا معاه كويس. انما الشرطه لما تدخل تاخد واحد صاحب راي وصاحب فكر وصاحب قضيه انا مش معاه. طب يعني هي ما دخلت المره دي وخدت خدت ناس وافراد واحنا عرضنا صور دي صور قديمه للحقيقه وخدت معاهم اسلحه ده كان فعلا موجود في الميدان يا هشام؟ يعني هي ما اختلقتش هذا الامر في 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 اشخاص فعلا بتحمل سلاح فعلا موجودين كانوا في الميدان. لا كانوا موجودين. للاسف ان احنا زي ما قلت لحضرتك الميدان مفتوح. انت مش هتقدر تجبر حد ان هو ما يبقاش موجود. بس في ناس موجوده بتدور على قضيه. في ناس فعلا بتدور على هدف. في ناس نازله عشان حقوق وواجبات واهداف كانت موجوده. فاحنا دلوقتي لما نيجي نقول ان الداخليه بتدخل تقتحم الميدان. طب هي الداخليه من خلال المرشدين اللي موجودين ما هيش عارفه مين الثوري او مين الشخص الثوري من الشخص البلطجي. يعني الداخليه مش عارفه ده اصل هو يا هشام خلينا بس نتفق على شيء. في البعض شايف ان غلق الميدان نفسه في حد ذاته جريمه وغلق شارع رئيسي. انا ضد غلق الميدان. انا ضد غلق الميدان وضد العنف وضد العنف بس لا انت ضد غلق الميدان ليه بتشارك في ده؟
لا مش مش قصه بنشارك. انا لما اوافق برايي مش معناه ان انا بشارك. انا موافق من ناحيه ان ده تامين للناس الموجوده. لو لو هتقدر ان انت تحمي المتظاهرين والمعتصمين من اي بطش عليهم بدم مفتوح، وهو مفتوح دلوقتي. طب ناويين تقفلوه تاني؟ لا يعني انا مفتوح. انا بالنسبه لنا كصور موجودين مفيش نيه للقفل. طب مين اللي بيقفله؟ طب انتوا ما بتقفلوهوش، مين اللي بيقفله؟ حضرتك الكاميرات بتصور ان في اشخاص بتبقى موجوده يعني لا 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 صله بيها بالصور. هم اللي بيقفلوا الميدان؟ لا مش هم اللي بيقفلوا الميدان، في في ناس بتبقى موجوده بيبقى ليها هدف زي ده. انما في اوقات فعلا الصور بيبقى هدفها غلق الميدان لتصعيد الموقف. انت مش راضي تسمع لي، انت مش راضي تحس بوجودي، انت مش راضي، انا ما بفرقش معاك، فبضطر ان انا اصعد عشان انت تسمع لي. طيب انا يعني بنؤكد تاني ان ما يعرض من صور هي صور ارشيفيه على النافذة الأخرى من الجزيرة مباشر مصر. كانت الشرطة قد عرضتها وقالت مثلا أن هي عندما اقتحمت الميدان في أحد الأيام السابقة وجدت أسلحة وما إلى ذلك، طبعا ده على عهدة يعني وزارة الداخلية. حاج ممدوح، في ناس بتقول أن في ناس بتيجي الميدان وتدفع للناس فلوس علشان يقفلوا لهم، عشان يقفلوا الميدان أو يضربوا العربيات اللي دخلت الميدان بالحجارة. حتى أن موقع من المواقع الإخبارية جاب صور طفل صغير بيقول كده، أنا باخد 150 جنيه علشان أقف هنا في الميدان وأحدف العربيات لو عربية دخلت بالطوب. إيه رأيك في الكلام ده؟ فعلا أنت بتشوفه خلال تواجدك بقى في الميدان؟ الكلام ده غير منطقي. يعني أنا مثلا واحد جاي بيدي، أكيد في ناس، بس لو واحد بيدي هيجي قدام الناس هقول لك انا بدي خد 150 جنيه، كانت الناس راح توقفت بالطابور. اكيد لا طبعا، اكيد لا. لكن انت مثلا بتشوف تفل... الاطفال اللي هم اللي هم ما لهمش مأوى، ما لهمش بيت، و و و ما... انت بتشوف دول موجودين في الميدان، دول بيتحرشوا بالناس اللي ماشيه بالعربيات. لا الطفل ده بيجي بيقول لك اديني اكل، اديني اشرب، اديني سجاره، اديني ما اعرفش ايه. الطفل ده ما هو من قبل الثوره وهو موجود، فالمفروض ان الاطفال دي تتلم وتروح مؤسسه تروح بيها، دي بقى شغلانه الحكومه. اما الطفل ده عايز هيصة زي المولد ويلعب ويعمل وبيفرح باي حاجه. ولو شاف واحد يهدف طوبه، يهدف منادوب، يهدف ليه؟ لان الطفل هو يفقه ايه طفل الشارع ده. لازم. لكن انت ما تعتقدش ان في حد بيستخدمه لكده، أو أنت ما شفتش ده؟ لا أنا ما شفتش يعني حد بيستخدمه. إنما الطفل النهاردة زي ده لو جه واحد من خارج، يعني هل ثوراجي جاي راجل معتصم وبيطالب بطلب معين هيجي يقول لطفل خد 50 جنيه ويروح ارمي منادوف أو روح اضرب بعربية بالطوب؟ ديت انا لا، بس اصل هو هشام نفسه حتى بيقولك ان ساعات بيبقى فيه، لا ممكن وسطنا يدخل مندسين ما يكونش هما الثوار المعتصمين في الميدان. فده ممكن يحصل يعني، حتى هشام نفسه المعتصم في الميدان بيقولك ده ممكن يحصل. ايوه ممكن يحصل من ناس من خارج الميدان تدخل وتفعل زي ما هي عايزه، دي ما فيش اي مشاكل. انما احنا قدامنا بالامانه انا ما شفت حاجه زي كده. انا بامانه الله وهتحاسب على الكلام ده، انا بشوف بعد المليونيه ما بتخلص وسبق قررت الكلام ده، بشوف انسات زي الفل، شباب زي الفل، مقشات وبيكنسوا وبيلموا المغازه الكمامه والزباله وبينظفوا الميدان بعد المليونيه. دول اللي هم احنا بنقول عليهم الصور. ليه كانت بتحصل الفتره الاخيره يا حاج ممدوح، لو انت يمكن كنت متابع دوت، بيحصل تحرش بالبنات كتر في فترة من الفترات ليه؟ هقول لسعادتك على حاجة. البنت اللي تدخل مكان مختنق وزحمة ولابسة لبس شاذ تبقى مش مظبوطة. يعني ده حاجة كلام ممدوح، ده بنت ممكن تكون حتى محجبة وتتعرض للحرش، لبس ملوش دعوة بالتحرش. لا 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 معظم أي بنت، يعني ما تبص تلاقي بنت لابسة قط ولابسة، معظم احترامي ليك، جزء من جسمها باين، فبتبص تلاقي شباب ماشيه ملهاش علاقه برضه بالثوره. يعني واحد جاي متفرج، واحد جاي ده، واحد جاي زائر، واحد جاي اهو بيهتف زي الناس بيضيع وقته.
اتحرش بيها. بس حاج اللي كان بيتحرش بيهم ما كانوش لابسين قط ولا كان لابسين لبس ده. انا بقول لحضرتك في كان منهم محجبات بيدخلوا يعني وسط الزحمه. طيب ايمن امتى ممكن تسيب ميدان التحرير وتبطل بيع الشاي في ميدان التحرير؟ على فكره معلومه انا دلوقتي كده بقالي دلوقتي اكتر من 5-6 ايام انا مبطل بيع الشاي. ليه ايه السبب؟ لان حاجتي اتكسرت. في إيه اللي كسرها؟ الهجمات الداخليه ثم بعد كده الاهالي مع عمال البستان. فخلاص حاجتي اتكسرت. مش هتجيب حاجه ثانيه وتروح تقعد في ميدان التحرير؟ لا انا قاعد في ميدان التحرير بس كأنا بطالب بحقي. اللي هو ايه؟ اللي هو اللي انا بقول يعني بجد في شباب بجد متعلمه، في شباب بجد على اخلاق عاليه جدا، في شباب متربيه بجد مش كل ذنبهم ان المجتمع او النظام هو اللي عمل فيهم كده. دي الفكره ان احنا انا مقتنع بحاجه ومؤمن بيها انا بعملها. يعني انت كنت الاول رايح ميدان التحرير بتبيع شاي، بعد كده اقتنعت بكلام الناس المعتصمين فابتديت تبقى معتصم معاهم. بالظبط. تشتغل ايه طيب الفتره اللي جايه؟ طيب عدتك اتكسرت هتعمل ايه؟ والله هعمل ايه، ممكن ادور على شغل تاني. مش بيع الشاي؟ لا لا. ليه طيب؟ ليه ما بتجيبش عده جديده وترجع تبيع شاي؟ لسبب واحد. اني انا مش حابب اللي انا اتلقب عليا بس بائع متجول او اي حاجه من دي. مش حابب دوت؟ لا لا، لان انا ما اتربيتش على ده. بس هي الظروف اللي حكمت عليك يعني بكده. بالظبط، انا ما اتربيتش اللي انا ابقى كده. وانا من وامبارح على فكره مع انا واتنين تاني رحنا لمول البستان. والله رحنا مول البستان وقعدنا وقفنا معاهم. يا جماعه طب دلوقتي في دم سايل، في دم ما بين هنا وما بين هنا، هنا بيضربوا وهنا بيضربوا. طب مين هنا الضحايا اللي في النص؟ اللي انا لو ماليش في مشكله اموت ولا اتعور؟ بس يا ايمن العمال في مول البستان واصحاب المحلات خلاص هيقفلوا يعني الدنيا قفلت معاهم مش لاقيين ياكلوا. لا اقول لحضرتك على حاجه، في هنا حاجه بجد. يمكن احنا كمعتصمين او صحاب محلات عارفين وعلى يقين على يقين تام اللي احنا مش هنعمل كده، عارفين اللي احنا مش هنكسر محلات، عارفين ان المحلين اللي اتكسروا مش احنا. دي في حد عايز يقول للناس ان ان المعتصمين اللي في التحرير بيكسروا؟ دي في تحرش بالبنات، في خيم للبنات. اقسم لك بالله حتى قبل ما العدد ينقص للكم ده والله ما كان في عندنا حاجه دي زي دي خالص. طيب هشام في الاخر امتى هتسيب ميدان التحرير وتفك اعتصامك؟ اولا ممكن نقطه التحرش. اتفضل. بالنسبه لنقطه التحرش، احنا اخر 3 حالات تحرش في ميدان التحرير اخوان مسلمين. نعم، جماعه الاخوان المسلمين. مالها عملت ايه؟ اخر 3 حالات تحرش 3 افراد لجماعه الاخوان المسلمين. يعني انا مش فاهم، هم اللي تحرشوا ولا تحرش بيهم؟ هم اللي تحرشوا. مين ان دول اخوان مسلمين؟ بعد كده كانوا بيتمسكوا كانوا بيتضربوا. يعني كان مكتوب يعني لا كان بيبقى معاهم كرنيهات الحريه والعداله. ممكن اي واحد يبقى معاه كرنيه ويدخل يتحرش بحد علشان يقول ان دول بتوع الحريه والعداله. فخليش يعني المقصد ان احنا ما نقدرش نرمي الاتهامات على حد كده. ما ينفعش نقول لحضرتك ان انت تتحرش بالناس. لا ما هي دي برضه رساله لحضرتك، ان مش المعتصمين برضه اللي ممكن يكونوا بيعملوا ده. مش المعتصمين ولا الثوار. طيب امتى هتفك اعتصامك؟ سريعا بقى، فاضل لنا 30 ثانيه، هتفك امتى اعتصامك؟ لو في فعلا مصداقيه في التعامل، لو في نائب عام فعلا يدور على حقوق البلد دي ويبقى فعلا محامي للشعب، لو في رئيس جمهوريه ينظر الى شباب الثوره على انهم فعلا شباب مستقبل هذا الوطن. لا. لو في ديمقراطيه حقيقيه، لو في عيش، حريه، عداله اجتماعيه، كرامه انسانيه. شكرا هشام المصري منسق حركة عيون مصر الثورية وأحد المعتصمين في ميدان التحرير. كما أشكرك أيمن شعبان كان معلش والله الوقت انتهى عندنا موجز. أيمن شعبان كان بيبيع شاي في ميدان التحرير وبطل وتحول إلى معتصم في الميدان. وأخيرا الحاج ممدوح أمين صاحب بازار أو فرشة يعني في محيط ميدان التحرير. شكرا جزيلا. أسفين هشام والله عندنا مبذلة. شكرا جزيلا. كما أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.